موجودة للجمهور عشان يعبر عن رأيه. أنا بتكلم على جمهور الكرة الحقيقي، تمام. سيبك من الحاجات الموجهة أو اللي بيسموها لجان إلكترونية، تمام. أو الحاجات اللي بتتحرك بأغراض معينة، لكن بتتابعه انت حريص انك تتابع السوشيال ميديا، بتسمع راي الناس، بتتعاملوا ازاي مع يعني لو مثلا بيبقى في انتقادات، لو في حد بيتكلم على مستوى رامي في ماتش معين او في فتره معينه، ده بيأثر على عليك او في بتهتم انك تتابعه؟ في لعيبه بتأثر عليها، بس انا كرامي ما بركز في السوشيال ميديا قوي. يعني مثلا حتى الراجل كان بيتكلم، مستر فايلر بيتكلم في الموضوع ده كتير، ان ما حدش يعني هم لو حتى اتكلموا مثلا ان مستوى رامي وحش، زي مثلا رامي مثلا ما ينفعش يلعب تاني، او رامي مستوى وحش والنهارده يعني يقعد شويه، لازم يقعد، لازم عندي مدرب هو اللي هيديني القرار في الاخر. يعني كلامهم كل ده لو انا سمعته وقعدت ركزت معاه ولا هيبقى ليه لازمه، لان في مدرب عندي في النادي هو اللي هيقرر، هو اللي هيلعب، هو اللي هيلعبني او هيقعدني. فهم مهما يتكلموا او مهما يقولوا مثلا مستوى رامي كويس ولازم يلعب، ورامي زي ما يقعد مثلا، وده شخصيه كويسه وشخصيه جامده في الملعب، ومدرب مثلا شايفني ان انا في التمرين مش بادي، شايفني في التمرين ان انا مش كويس في التمرين، هقعد. فكلامهم فرق معانا في ايه؟ فانا واخدها من منطلق ان السوشيال ميديا دي بالنسبه لي ان انا احط صور، وان انا بقى ليا اصحابي معينين اتصور معاهم، وان انا بتكلم معاهم. انت مين اصحابك القريبين جوه الفريق يا رامي؟ لا، في يعني السوليه، وفي الشناوي، وفي علي معلول، وحمدي فتحي. الشناوي بيشتكي منك يا رامي يعني؟ أنا مر على طول مع بعض في التمرين وفي الماتشات بنشتم بعض على طول. لا يعني هو الشناوي اكتر واحد بيبقى قريب لخط الدفاع، فعشان كده تلاقي طبعًا ما بيننا مشاكل كتيره. لا بس هو شخصيه محترمه جدا الحقيقه، وعامل سيزون السنه دي ما شاء الله عليه، محترم جدا. لا واحد لا من اهم اسباب فوز الاهلي بالبطوله بصراحه، لعيب محترم وكلهم لعيبه محترمه. بس